السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ، أريد أن أستنصحك بصراحة. أنا لدي عمل مشروع، ولكن لدي شريك ملحد صراحة، فإن أردت أن أفصل هذا العمل سيترتب عليه الكثير من الديون، فماذا تنصحني؟ هو ملحد يعني أمين ولا ملحد حرامي؟ لا، ملحد أمين. تجوز مشاركته تجوز مشاركته مع على الكراهة. المعصية. نعم.